بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم. ما احنا علينا شويه تعبيرات مصريه ما اعرفش طلعت منين وازاي، انما يعني اكيد كل تعبير وله ناسه اللي ممكن تتتبع ازاي التعبير الفلته ده خرج للنور يعني وانتشر كده. لكن اما مثلا يقول لك ايه او تقول لك بقى، لانه الكلام ده يعني ما يطلعش غير من ست شغلتها المصمصه والامثال، من الستات اللي هما بيقعدوا على باب بيتهم دول في الشارع ويتفحصوا اللي رايح واللي جاي، وبعدين تقوم ممارسه هوايتها المفضله في رمي الكلام. فتقول لك ايه بقى؟ تقول لك خبت الامل راكبه جمل. يا ساتر، ده ايه التشبيه اللي كله كنايات واستعارات ده؟ قد كده الخيبه كانت تقيله فلازم لها جمل يعني عشان يعني يقدر على شيلتها، ولا الخيبه باينه قوي من بعيد وهي جايه زي ما تكون راكبه جمل وجايه تتمخطر؟ تقول لك برضو ايه؟ يا ما جاب الغراب لامه. اهو دي جمله مش توجع، لا يعني دي تعور. اصل الغراب بيخطف اي حاجه قدامه، يعني اي لقمه. يعني بنبقى قاعدين ساعات في النادي وحد من العيال مثلا ساب العيال ساب الساندوتش بتاعه مكشوف، فتلاقي الغراب هبط فجاه يقوم هابط عليه خطفه في ثانيه وخالع. فالغراب ده ما بيجيبش حاجه، هو بيلقط ويجري. فكون واحده تقول لحد يا ما جاب الغراب لامه، فده دلاله معروفه هيجيب ايه حسره الغراب ده. الجمله بقى اللي اعتقد ان هي برضو حيرت ناس كتير قوي ودلالتها غامضه كده وما تفهمش هي دي بتتقال في انهي ظروف، يعني لما يقول لك ايه فلان ده داخل من بره وقفاه يقمر عيش. انا مش عارفه بصراحه، هل مثلا ده داخل مضروب يعني حد ضربه على قفاه فقفاه احمر من كتر الضرب، ولا داخل محبط ومطقطق راسه كده فقفاه ظاهر قوي للدرجه انه ممكن يتحط على قفاه رغيفين عيش يتقمروا تحت الشمس، ولا ايه؟ انا مش عارفه. وبعدين برضو احنا تعودنا نقول على اي حاجه كتير في الدنيا، اي حاجه كتير ومش عارفين نحصر عددها، فنقول انه الحاجه دي اكتر من الهم على القلب، على اساس انه مفيش اكتر من الهموم اللي ماليه قلوب الناس. يعني كله كلام كده ماشي في سكه ايه التشاؤم شويه. تلاقينا حتى في كلامنا نخاف نجيب سيره الفرح، وتلاقي الناس بتجيب سيره الفرح في حياتها يعني على استحياء، تقول لك اصله عشان ما تتنظرش اصلها مش ناقصه. والمثل الشهير في الفرح منسية وفي الحزن مدعية أكبر دليل على إن الناس يعني بتكتم على أي حاجة حلوة فيها بشارة داخلة عليها، زي مثلا الحوامل، يعني لو ما ظهرش عليها إنها حامل ما تقولش بقى لغاية ما الحمل يبتدي يبان. والحقيقة أنا مش عارفة هل تكتم الأخبار السارة ده شيء محمود ومستحب ولا غير مستحب. صحيح التشاؤم غير مستحب، لكن في المقابل هل لو أي حد بشرنا بحاجة كويسة زي وظيفة مثلا أو طفل في الطريق أو فلوس جاية، هل نعلنها ولو حتى لأقرب الناس لينا ولا لأ؟ طيب هل الأحلام أو الرؤى اللي فيها بشارة ناخد بيها ولا لأ؟ يعني مش أي حد يحلم ومش أي حد يعني يشوف رؤية، ويعني وهل ننتظر لما الحلم يبقى حقيقة واقعة ونبتدي نتكلم ولا ما نقولش أصلا؟ ويعني وهل لا نتعامل مع الأحلام على إنها بشارة أو حقائق إلا لو حدثت بالفعل؟ شوية أسئلة كده ليها علاقة شوية ملمسة من بعيد بموضوع النهاردة. النهاردة هنكمل كلامنا عن أخلاق الأنبياء. إحنا وصلنا لسيدنا يعقوب عليه السلام، واللي ربنا سبحانه وتعالى بشر جده سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وجدته السيدة سارة، ربنا بشرهم بولادته قبل حتى ما أبوه اتولد، يعني قبل أن يولد أبيه وهو سيدنا إسحاق عليه السلام. وعاش حياته سيدنا يعقوب بين بشارتين، يعني هو عاش الحياة طويلة عريضة بين بشارتين، البشارة الأولى اللي هي قبل ما يتولد، والبشارة الثانية لما بشر برجوع سيدنا يوسف عليه السلام ليه. احنا يعني ما بين طبعا البشارتين كانت حياة مليئة بالصبر وبالابتلاءات طويلة، طبعا هنتكلم عنها وهنتكلم عن اسمه، هو اسمه سيدنا يعقوب لكن يعني سمي يعني إسرائيل، ومش عارفة يعني ليه ما ذكرش إن هو إسرائيل وليه كانوا بيسموه إسرائيل وهو اسمه يعقوب. هنسأل فضيلة الشيخ أشرف الفيل في هذا الموضوع، وحضراتكم كمان تقدروا تتصلوا بيه وتسألوه أي سؤال بس بعد فاصل قصير.